اهلا، كيف ديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطوله العمر ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ليكيش معمرين بالكفته، كيجيو اقتصاديين ولذات وبطريقه لي سهله وبسيطه. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي ثلاثة الكيسان ديال الدقيق، كيسان ديال العنبة، عندي 125 غرام ديال الزبدة، عندي ماء بارد تقريبا نصف كأس ولكن ما غاديش نستعمله كله، عندي بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ثم الملح. غناخد الدقيق، غادي نضيف عليه هذيك الزبدة، ملح حسب الذوق، غادي نحاول نفرتز هذيك الزبده باليد ديالي بالاصابع، فقط بالاصابع ما ندلكوهاش. من بعد ما فرشتها مع الدقيق غادي نضيف عليها بيضة، وغادي نخلط بالأصابع ديالي، كيف قلت لكم ما دلكوهاش فقط بالأصابع. غادي نضيف اربع ملاعق كبار ديال الماء البارد، والماء كيبقى على حساب العجين. صافي، وغادي نجمع العجين فقط بالاصابع ديالي. الى جاتكم العجينه مازال ما تجمعتش تقدروا تزيدوا الماء. حيتاش كيف قلت لكم كيبقى داكشي على حساب النوعيه ديال الدقيق. صافي، هنا من بعد ما جمعتها غادي نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا شي 10 ديال الدقائق. وغادي نرجعو باش نشكلوها. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجين غادي ندوز نشكلها. هنا عندي القوالب ديال ليكيش، هاد الطابع هذا هو باش غادي نشكل العجين، باش هو اللي كيجيني مطابق مع القالب ديال الكيش. غادي ناخدو بلاستيكه ندهنوها بالقليل من الزيت باش ما تلصقش ليا ديك العجينه في الميكا. صافي، وغادي نقسمها على جوج وغادي ندلكها مزيان، ما تخليوهاش تجي رقيقه بزاف. هنا من بعد ما دلكت العجين غادي ناخد هذاك القالب الدائري وغادي نبدا نشكل به دوائر
بالطريقة اللي كتشاهدوها في الفيديو. صافي، غادي ناخد القالب ديال الكيش وغادي نوضع عليه ديك الدائرة ونحاول نشكلو باليد ديالي. بهذا الشكل هذا صافي غادي ندوز باش نشكل واحد اخر. صافي غادي نحيد هذوك الجوانب هنا ساليتو وغادي نكمل الاخرين بنفس الطريقه حتى نسالي كل شيء. هنا من بعد ما ساليتهم غادي ناخذ فورشيت غادي نتقبهم بهذه الطريقه اللي كتشاهدوها من جميع الجوانب. هنا من بعد ما ساليتهم كلهم دابا غادي نديرهم فلاطه ديال الفرن وندخلهم الفران باش يطيبوا. هنا كيكونوا طابوا، هذا هو شكلهم. دابا غادي ندوز باش نوجد الحشوه ديال الكيش. عندي جوج ديال البصلات مقطعين، عندي فلفل اخضر، فلفل احمر، عندي قرعه خضراء حتى هي حكيتها، عندي الكفته، عندي زيتون اسود، ثم فرماج ديال الموتزاريلا، عندي التوابل التحميره، الكركم، الابزار، الملح، الزنجبيل، ثم القليل من الهريسه. اول حاجه غادي ناخذ مقله غادي نوضع فيها زيت الزيتون، غادي نوضعها فوق النار يسخن هذاك الزيت. من بعد غادي نضيف عليه البصل حتى يتشحر ليا مزيان. من بعد ما تشحرات البصلة غادي ندفع عليها القليل من الملح، بالنسبة للملح حسب الذوق. صافي غادي نحرك هذيك البصلة مزيان. غادي ندفع عليها فلفل أخضر، والفلفل الأحمر، وغادي نحرك المكونات ونخلي هذاك الفلفل حتى هو يتشحر. من بعد نضيف المكونات الأخرى. من بعد ما تشحر الفلفل غادي نضيف قطع ديال الزيتون الأسود من بعد تقدروا تضيفوا الكفته ولا شرائح الدجاج ولا اللي متوفر عندكم. صافي غادي نبقى نحرك فيها حتى تنسجم مع الفلفل الاحمر والاخضر والبصل. من بعدها غادي نضيف التوابل كلها،
غادي نضيف شويه ديال الهريسه والقرعه خضراء صافي، وغادي نحركوهم مزيان حتى يتخلطوا كاملين. هنا من بعد ما طابو غادي نضيف القزبر ومعدنوس، نسيت ما قلتوش لكم كيعطي واحد النسمة في الاخير. صافي غادي نطفي عليهم حتى يبرد، حتى تبرد هذيك الحشوة، وندوز نعمر هذوك لي كيش. دابا غادي ندوز باش نحضر معكم صوص بيشاميل اللي غادي نحتاجوه في هاد لي كيش ديالنا. عندي كاس ديال الحليب ما يكونش عامر بزاف، عندي الدقيق، عندي قطعتين ديال الجبن، عندي الملح، الإبزار، ملعقة صغيرة تقريبا ديال الزبدة. هنا على النار غادي نوضع كاسرول، غادي نوضع فيها الزبدة، صافي غادي نبقى نحركها حتى تذوب كامله باش ما تحرقش. تقدروا تخليو البوطه مجهده باش دغيا تذوب هذيك الزبده. من بعد ما ذابت الزبده غادي نضيف عليها ملعقه ديال الدقيق، وغادي نحرك الكل بسرعه باش ما يلصقش ليا داك الدقيق في الكاسرول. من بعد غادي نضيف عليه الحليب بالتدريج، ونحاول نحرك مزيان باش ما تكونوش ليا هذوك الحبيبات ديال الدقيق. صافي غادي نستعمر هكذا حتى يعقد الخليط. هنا من بعد ما عقد غادي نضيف قطعه ديال الجبن، وغادي نحرك مزيان حتى تذوب. بالنسبة للعجين ديال ليكيش هنا عطاتني 24 قطعة. إلا بغيتو تكترو تقدرو تضعفو العجين، بغيتو تنقصو تقدرو تنقصو من المكونات اللي عطيتكم. صافي هنا من بعد ما دابت هذيك القطعة ديال الجبن غادي نضيف عليه القليل من الملح، وحاولوا ما تكتروش باش ما يجيناش هذاك صوص بيشاميل مالح. وغنضيف عليه القليل من الابزار، وغادي نحرك الكل. صوص بيشاميل كيعطي حتى هو واحد الطعم رائع لليكيش. صافي غادي نطفي عليه النار، ومن بعد غادي نضيف القليل ديال القزبر. فقط كيعطينا نسمة زوينة. وهذا هو الشكل النهائي ديال صوص بيشاميل كيف شفتوا. الان غادي ندوز باش نعمر هادوك لي كيش.
هنا عندي ليكيش، عندي زيتون اسود، عندي صوص بيشاميل، عندي الفرماج ديال موتزاريلا، عندي القزبر ومعدنوس، ثم عندي الحشوه اللي وجدت من بعد ما بردات. هنا غادي ناخذ ليكيش، قطعه ديال ليكيش، غادي ندير نعمرهم بهذيك الحشوه بهذه الطريقه اللي كتشاهدوها في الفيديو. نحاول نملأها من جميع الجوانب. من بعد ما ملأتها كاملة بالحشوة، دابا غادي نضيف عليها صوص بيشاميل، حتى هو غنوزعو عليها من جميع الجوانب بهذه الطريقة اللي كتشاهدوها في الفيديو. من بعد ما وزعت صوص بيشاميل، غادي نوضع فرماج ديال الموتزاريلا من الفوق، وغادي نرشو من الفوق بالقزبر ومعدنوس فقط الديكور صافي. وغادي ناخد زويتينا، غادي نحطها فوق هديك فوق الكيس بهذه الطريقة هذه صافي. غادي ندوز باش نوجد ثانية، حتى هي غادي نخدمها بنفس الطريقة، غادي نوضع الحشوة ونحاول ما نخليش شي بلاصة تبقى خاوية. من بعد غادي نضيف صوص بيشاميل. بالنسبه للصوص بيشاميل الى وجدتوه واختار لكم بزاف، تقدروا تضيفوا عليه غير الحليب فقط وتخلطوا هكذا كيرجع كيف ما كان. ولكن من الاول حاولوا تجنبوا انكم تكثروا الدقيق باش ما يجيكمش عقد بزاف صافي. غادي نحط الفرماج من الفوق، وغادي نرشو بقزبر ومعدنوس، ونحط زويتينا من الفوق حتى هي الديكور كتجينا عاطيه واحد المنظر كيف ما كتشاهدوا. هنا من بعد ما ساليتهم كلهم غادي ندخلهم الفران باش يذوب هذاك الصوص، باش يتحمر هذاك الصوص بيشاميل مع الفرماج. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيف شفتوا كيجيو رائعين شكلا ومذاقا، جاو كيشهيو والمذاق ما نقولش لكم راه ولا اروع. كنتمنى انكم تجربوهم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى كنتو جداد ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات. هنا كيكون الفيديو سهله، نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى. السلام عليكم.